حسام حسن معروف انه حماسي وبيطالب لاعبته دايما بالقتال في الملعب، وهنا كان السؤال: حسام حسن مدرب لمنتخب مصر، موقفه ايه من المحترفين ومحمد صلاح نجم ليفربول؟ حسام حسن كان دائم المديح في صلاح، بعد ما المنتخب خرج من دور المجموعات في كاس العالم قال ان صلاح عمل كل اللي عليه، مش في كاس العالم وبس، لا في التصفيات كمان، وعلشان كده ربنا كافئه بجولين في المونديال. وفي الفترة الأخيرة خلال بطولة كأس الأمم، حسام اتكلم على نقطتين تحديداً بخصوص صلاح. قال: أنا مش بهاجم صلاح فنياً لأنه أسطورة، أنا جاوبت على سؤالين بس، الأول هو صلاح ممكن يتبدل ولا لأ، والتاني موقفي إيه من سفر صلاح لإنجلترا بعد إصابته. جاوب على السؤال الأول بأن المدير الفني له حرية الاختيار، ميسي ومارادونا ورونالدو وأعظم لاعبي العالم بيتبدلوا، وارد أن صلاح ما يكونش جاهز أو لو مجهوده قل، في الحالات دي أنا ممكن أبدله. وقال حسام كمان إن المدرب مش في تحدي مع اللعيب علشان يتسأل أنت تقدر تبدله ولا لأ، لو وحش أو مصاب أو مجهد يتغير طبعا. وعن سفر صلاح لإنجلترا، حسام كان واضح جدا في قراره. حسام قال: عندنا الإمكانيات والجهاز الطبي المميز، وفي نفس الوقت ليفربول والفرق الكبيرة دايما بيبعتوا دكتور أو حد متخصص في العلاج الطبيعي مع اللعيبة الكبار. وقال كمان: لو صلاح قال لي هتعالج هناك هقول له خليك هناك لحد ما تخف، وربنا يوفقك في ليفربول، واحنا هنا عندنا لعيبة رجالة، بس مش هيرجع النهائي حتى لو هنخسر، لان ده هيكون مجهود اللعيبة، واحنا الفترة دي عندنا لعيبة في كل المراكز بمستوى متقارب. بس على الجانب الاخر، حسام تمنى حاجة في الموقف ده من صلاح، قال ان صلاح بقيمته الكبيرة لابد انه يكون موجود نفسيا ومعنويا، لانه هيأثر على المنتخبات اللي موجودة ويعمل قلق للمنافسين. حسام قال كمان: صلاح من أفضل اللعيبة اللي عملت إنجازات خارج مصر ومش هتحصل تاني، لكن عند منتخب مصر خط أحمر، لو أنت مصاب ومش هتقدر تلعب فنيا وبدنيا المفروض ليك دور من الناحية المعنوية، لازم تساند وتقعد مع المنتخب، ويوجه رسالة للجماهير والشباب الصغير أنه لازم يكون قد الثقة، شرف لأي لاعب أنه يكون موجود مع بعثة منتخب مصر. وإنت إيه رأيك في تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر؟